احتفلت قرية العمارة قضاء عكار بتنفيذ مشروع بناء أقنية ري في البلدة بتمويل من إدارة حصر التبغ والتنباك وشركة جي تي آي بحضور رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الريجين نصيف سخلاوي وممثلا شركة جي تي آي محمد جابر وهادي سليمان وحشد من الفعاليات. سقلاوي أثنى على صمود المزارعين في أرضهم في ظل الأوضاع الراهنة. نحن اليوم في واحدة من قرى زراعة التنباك وفيها ما يقارب 150 بيتاً مشبولاً بتراب الأرض، وقد اعتمد معظم أهلها على هذه الزراعة وسيلة للعيش الكريم. بالمناسبة شتة التبغ في الجنوب كما شتة التنباك صحيح إنها مشبولة بعرق المزارعين إلا أنها مشبولة بالدم. بدوره تحدث سليمان عن دور المشروع. هذا المشروع الذي يعد خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية الزراعية ودعم المزارعين في هذه المنطقة العزيزة والمحرومة. إن دعم شركتنا شركة اليابان للتبغ العالمية جي بي آي لهذا المشروع ينبع من إيماننا العميق بأهمية التنمية المستدامة. يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الريجين للتنمية المستدامة، وقد أنجزت المرحلة الأولى منه بمساهمة مالية من الريجين في السنوات الماضية، وتم إنجاز المرحلة الثانية بتمويل من شركة جي تي آي بالتعاون مع إدارة حصر التبغ والتنباك.